يلا عرف نفسك معلش. انا اسمي بول الزكي، انا كنت متواجد، انا بس عايز ارد بالاخص على الفيديو ده احنا سجلنا فيديو كان فيه اتنين، كان فيه مشاحنات يوم الجمعه القبل الماضي، وحضرتك ممكن توضح بالظبط. انا بس عايز اوضح حاجه، اولا انا مصري موجود في كل جمعه، سواء جمعه بخاري مش بخاري، بالطالب باخراج ابو يحيى مش ابو يحيى، انا متواجد لان انا مصري. لو انا مش مصري مش هبقى متواجد في ميدان التحرير، ده حاجه. انا رد على بس على حسام البخاري، اولا انا عمرنا المسيحيه ما اتعلمنا ان احنا نسب الرسول، لان المسيحيه مبنيه على المحبه، ولكن انتم ما بداتوا ان تطلعوا بمظاهرات قدام الكنيسه بالجزم، و يعني بتسبوا البابا وبتقولوا عليه شنودة حاف. ليه انتوا عايزين، هتفضلوا لغايه امتى تسموا نفسكم ائتلاف الارهاب الجدد؟ ليه؟ شكرا. لكن ما حصلش مشاجره بينك وبينهم، هم بيقولوا حصلت مشاجره. حصل بالفعل بعتولي اتنين عشان يضربوني في ميدان التحرير، وبالفعل انا خدت بركه حلوه قوي، وانا ما بتفرقش، انا جاي عشان اموت. عشان انا كنت موجود، ما حصلش، هو كان حصل اشتباك كلامي. حصل يمكن حضرتك اللحظه اللي انت جيت فيها ما شفتش الضربه اللي انا اخدتها، لكن هو بالفعل انا اتضربت. انا حبيت اصور معاك واحصلك، لكن انا لقيتك اختفيت. وانا اتمنى من حضرتك ان تزيع هذا الكلام. انا هزيع بنص الكلام. ماشي، شكرا جزيلا. انا اسمي بول الزكي، رساله لكل السلفيين، احنا اباط ما بنخافش، احنا هدوا كنايسنا. لو انتوا مصريين بالفعل وعايزين الدولة دي تبقى دولة اسلامية، حافظوا على مصر. مصر بتخرب، مصر بتقع تحت. هو ليه هنفضل لغاية امتى؟ هنفضل لغاية امتى مش هنحس ان احنا اصل البلد دي؟